بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة وجدت أنه لابد في مثل هذا اليوم وفي هذا اليوم على وجه التحديد أني أتحدث عن قضية أشغلت الرأي العام في الكويت، وهي قضية تعطيل الجلسات وفقاً للمادة 116 من الدستور. ودون الدخول أيضاً بتفاصيل طويلة، سأستعرض بقدر الإمكان بعض المحطات أو بعض التواريخ اللي ورد فيها مواقف اتخذها مجلس الأمة وأعلنها، دون المرور على الحالات العديدة أيضاً اللي تلت ذلك بعدم عقد الجلسات، لأنه لم تنعقد ولا جلسة على الإطلاق من غير وجود الحكومة حتى هذا اليوم. الحالة الأولى اللي مر فيها مجلس الأمة وكمان كان أمام وضع، أولاً أن النصاب لم يكتمل في الجلسة، وثانياً وهذا ما أعلن أيضاً أن الحكومة لم تكن موجودة، لم تكن حاضرة. هذا الكلام كان في 9 يناير 1968. لذلك قرر رئيس الجلسة، رئيس المجلس، بتأجيل الجلسة إلى يوم 13 يناير 1968. لكن الجانب المهم في تعليقه أنه لم يكتمل النصاب على الرغم من انتظار نصف ساعة. كان الكلام هذا كله موجود، أنا عامل حي ملزمة صغيرة واضع فيها كل الأمور هذه، سأوزعها بعد ذلك حتى يمكن أن توزع على من يرغب في ذلك. ما أعلن رئيس المجلس في ذلك الوقت في ذلك اليوم، هذا الجانب المهم الحقيقة، يقول ولا يصح، بعد ما تكلم عن تأجيل الجلسة، عدم وجود النصاب، قال ولا، وعدم وجود الحكومة، ولا يصح انعقاد الجلسة دون أن تكون الوزارة ممثلة. وهو بذلك يستند إلى نص ورد في عجز المادة 116 من الدستور اللي تنص على ما يلي: ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. الآن كيف وردت هذه الفقرة في عجز المادة؟ وضع آخر سأتحدث عنه بشكل موجز بعد ذلك، لكن الرئيس استند إلى هذا النص. الحالة الثانية، هني رفعت الجلسة قبل أن تنعقد. الحالة الثانية اللي أنهيت فيها الجلسة، والجلسة كانت مستمرة بسبب عدم تمثيل الحكومة، لما خرج الوزير الوحيد اللي كان موجود في الحكومة، كان موجود في المجلس، كانت في يوم 10 نوفمبر 1981. كنت أنا رئيس الجلسة، كنت نائب رئيس، وكنا نناقش قانون المحكمة الإدارية، وكان التصويت قد بدأ، فخرج الأخ وزير العدل، كان الوزير الوحيد الموجود اللي يمثل الحكومة، فناديت عليه الأخ الوزير، قال سأعود مرتين، قال سأعود، ما عاد. ثم طلعت بعد ذلك من الأخ مراقب المجلس بأن يحاول أن يجد وزير العدل برا حتى لا ننهي الجلسة، أن يجد وزير العدل برا، وراح ورجع وقال أنا ما وجدته، وسألت عنه قال خرج. ففي أرفعت أنا الجلسة وسجلت اللوم على الحكومة لأنها أدت إلى إبطال الجلسة اللي كانت منعقدة بسبب خروجها، يعني كان في نصاب. أيضاً
استنادا الى ما وقع في السابق في سنة 1968 اللي يستند في الاساس الى ما ورد في عجز المادة 116 من الدستور واللي تنص على انه ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها او بعض اعضائها. الحالة الثالثة كانت في يوم 17 نوفمبر 1981. طبيعي في ذاك الوقت ما كانت المضابط توزع مباشرة، يعني احنا جايين الجلسة ما في مضبطة، مضبطة يوم 10، لكن معروف شو اللي حصل فيها. فوزير العدل اللي كان حاضر الجلسة وطلع ايضا تحدث مطولا، ولي يعني اللي يرقب انا دون شك اورد في الملزمة اللي جهزها جزء من هذه المضبطة، لكن اللي يريد يعرف كل ما دار من حوار موجود في المضبطة يمكن يرجع له. جلسة يوم 17 نوفمبر 1981، وبعد أن استمر النقاش الأخ وزير العدل وبوجود الحكومة قال أن أيضا أساسا أنا أعتقد رفع الجلسة غلط، وكان يمكن أن تستمر الجلسة حتى بدون وجود الحكومة. هذا وزير العدل. أنا ردت عليه قلت له أنا رفعت الجلسة لقناعتي التامة بإلزامية نص المادة 116 من الدستور، لكن مع ذلك أنا مستعد إني أتنازل عن رأيي وأعتبر عقد الجلسات بدون الحكومة، وظليت أحمل هذا الرأي لليوم. لكن بعد نقاش استمر في المجلس، طبيعي هو كان يطالب بين اللوم اللي وجه الحكومة يشطب، ما وافق المجلس على شطبة. بعد هذا النقاش انتهى الرأي في المجلس بغض النظر على الرأي اللي أنا قلت فيه، أتنازل على الرأي اللي قلت فيه أنه لا يمكن أن تعقد الجلسات إلا بوجود الحكومة وفقا لي ما ورد في عادة المادة 116 من الدستور. انتهى رأي المجلس، وأعلن رئيس المجلس في الجلسة ذاتها في صفحة 21 اللي بيرجع للمضبط، أنا طبيعي موجودة في المضبط، موجودة في الملزمة، في الصفحة 21 أعلن رئيس المجلس رأي المجلس قال الآن بموجب نص المادة 116، يعني اتفق تماما مع ما حصل في سنة 68، الآن بموجب نص المادة 116 من الدستور فإن قياب الحكومة يترتب عليه بطلان الجلسة. ولما أبدأ أحد الأخوة رأيه وكان رأي صائب قال بس حنا ترى ما نملك أن نتخذ القرار، طب مجلس يتخذ موقف، هذا موقف، لأن في النهاية التفسير يعود للمحكمة الدستورية، والتفسير يستند يعني عودته للمحكمة الدستورية يستند أيضا إلى ما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 14 سنة 73 المتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية. في هذا النص في المادة الأولى ورد صراحة تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية. لما طرح الاقتراح من أحد الإخوة أيضا المجلس قرر عدم الموافقة للذهاب للمحكمة الدستورية. إذن هذه الحالة الثالثة بعد الحالتين اللي تحصل، المجلس يقرر أنه بدون وجود الحكومة، بدون تمثيل الحكومة، بدون تمثيل الوزارة تعتبر الجلسة باطلة. البطلان وارد في الملزمان، يعني في النسخة اللي سوى وزعها في الملزمة في صفحة 21، وعدم الموافقة على الذهاب للمحكمة الدستورية قرار المجلس، يعني لما قالوا مكتفين وارد أيضا في الصفحة 22. هذه عندي ملازم يعني في بعض مجموعة، وأعتقد يمكن توزيعها على من يرغب في ذلك بعد ذلك.
بعد هذه الجلسة، يعني بعد جلسة 17 اللي تقرر فيها أو ورد فيها على لسان الرئيس رئيس المجلس في ذلك الوقت أن انعقاد الجلسة دون تمثيل الحكومة تعتبر باطلة، لم تنعقد ولا جلسة من الجلسات من ذلك اليوم إلى اليوم، على الرغم من مرور بعض الحالات القصيرة جداً، يعني ما كانت الفترة طويلة، لكن مرت بعض الحالات اللي الحكومة لم تكن متواجدة وبالتالي لم تنعقد الجلسات. الحالة اللي مرت فيها، يعني مرت فيها الكويت لفترة طويلة ما كانت الحكومة تحضر، لكن حتى أنا اللي قلت مستعد إني أتراجع عن رأيي، ما فينا أحد في يوم من الأيام قال يجب أن تنعقد الجلسات، خاصة في الفصل التشريعي الثاني عشر. ليش الفصل التشريعي الثاني عشر؟ لأنه هو الفصل اللي تقيبت فيه الحكومة لأطول فترة، وهو الفصل أيضا اللي لم تقيبت الحكومة ولم نطالب بأن تعقد الجلسات، على الرغم من تقييد الرأي اللي قلت أنا مستعد أكون مع رأي وزير العدل، ما طلبنا، لكن بنفس الوقت ما تركنا الأمور تمشي كما هي. تقدمنا باقتراح بقانون، والاقتراح أيضا وارد في الملزمة بتاريخ 12 يناير سنة 2009، لأن الفصل الثاني عشر هو مجلس 2008، وهو بطبيعة أصلا ما استمر، ممكن استمر سنة أو أقل حتى من سنة، لكن قبل أن ينتهي الفصل التشريعي الثاني عشر ونتيجة الغياب اللي استمر لفترة كانت فيه قصيرة، تقدمنا باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 74 من اللائحة الداخلية، وأوردنا فيها اللي هو النص المتفق مع المادة 97 من الدستور، وأيضا وارد في اللائحة الداخلية. قلنا متى ما اكتمل هذا التعديل اللي تقدمنا فيه، ذكرنا أنه متى ما اكتمل النصاب، هذه الإضافة بهالمعنى، لكن النص وارد بالاقتراح اللي موجود في الملزمة، متى ما اكتمل النصاب فالجلسة تنعقد وتستمر دون شك. هذا الأمر، هذا الاقتراح ما مشى، يعني مو مشى، ما نظر، واستمرت الأمور. 2009 أيضا كانت في محاولة يعاد مرة أخرى، وبعد ذلك لما استمرت الأمور في المجلس الماضي وأيضا حتى قبله، لكن في المجلس الماضي على وجه التحديد اللي قبله، بدأت بالفعل الحكومة تحضر. أنا الحقيقة لم يعني أعود في يوم من الأيام، لأن دائما عشان تعرف قصد المشرع تعود الأعمال التحضيرية. أنا يعني أزعم أني كنت قاري الأعمال التحضيرية لجنة الدستور وقرأتها مرات عديدة، لكن ما أذكرني وقفت طويل، يعني فترة طويلة عند المادة 116، سواء إنما كانت هي أول ما أعطيت رقم كانت 105، ثم 119، ثم 116 لمواعيد الترقيم، ما وقفت لها طويلا، على اعتبار أنه لا يمكن لنص مثل نص المادة 116، على افتراض أن هذا كان رأي لجنة الدستور، لا يمكن أن يكون في هناك أسباب غير. فأنا حاولت أن يعود لمعرفة حقيقة موقف لجنة الدستور، أو يعني العودة للأعمال التحضيرية، ونشرت تغريدة بتاريخ 27/11/2017، قلت فيها أنا والله رجعت للأعمال التحضيرية، ونشرت، وكل الكلام هذا موجود في الملزمة اللي أيضا راح وزعها، الجزء اللي يهم الناس في هذا الجزء اللي نتكلم عنه حاليا. أنا رجعت الحقيقة
محاضر لجنة الدستور، وضعت اللجنة، وضعت المحضر اللي أول ما نظرت فيه المادة 105 قبل تصير نفس النص قبل أصير 116، ثم المادة لما عرضت في القراءة الثانية، ثم المادة ثم النص التاريخ يعني أيضا طبيعي في القراءة الثانية صارت 119، ثم بعد إعادة تقريب كل هذا الكلام بدون تعديل. يعني في محاضر لجنة الدستور اللي بدأت من شهر 3/2/1962 إلى شهر 10/1962 آخرها 23 محاضر، لم يرد في هذه المحاضر أبداً، لم أقرأ في هذه المحاضر أبداً أن لجنة الدستور قد استعرضت في أي نص من النصوص في أي لحظة من اللحظات اللي عرضت فيها نص المادة 105 و119 اللي تحولت المادة 116، لم يرد فيها ما ورد في عجزها. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس الرئيسي أو بعض أعضائها. هذا كلام من شرطة على تغريدة، تغريدة لي في 2017. لكن مع ذلك لعل الواحد في شيء ساقط، في شيء أنا ما شفته. لذلك طلبت مرة من المرات، أتمنى من كل الأخوة المختصين أنهم أيضا، أنا هذا اللي وجدته، لم أجد في نص المادة 116 في أي من محاضر لجنة الدستور ما ورد في عجزها الوارد في الدستور، وراح أقول متى عرض، اللي هو يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض أعضائها. ما سمعت من أحد شيء ولا استقريت، لكن لما حضرنا أيضا في المؤتمر اللي صار عند الأخ مبارك الحجرف في 2021، أنا قررت بعد أيضا تكلمت، قررت بعد ما راجعت هالمرة، ما هو فقط المحاضر اللي قلت أصلها، لكني وجدت أن محاضر لجنة الدستور موثقة، وهذا يمكن اللي أقصد في المواقع اللي يقرأ في الملزم اللي أنا اللي بوزعها، الموثقة أنا أقصد فيها دائما هي محاضر لجنة الدستور وغيرها، لكن أتكلم عن محاضر لجنة الدستور المودعة لدى المكتبة الوطنية في الكويت. رجعت هذه المرة للمحاضر الموثقة المودعة في المكتبة الوطنية، رجعت لنفس المحاضر، لقيتها بحقيقة يعني كلمة انتصار إن المحاضر ما تغير فيها شيء، المحاضر كما وردت وكما وثقت في المكتبة الوطنية تحت رقم 004 لسنة 2013 هي بالضبط كما سبق أن قلت، وبالتالي قلت إن هذا ما هو موجود. يعني هذا النص العجز الوارد في المادة 116 من الدستور لم يرد في أي من محاضر لجنة الدستور، ما ورد. وبالتالي رغبتي في أن أتعرف على ما دار في الأعمال التحضيرية بسبب إيجاد هذا النص اللي يمكن يكون متناقض مع المادة 97 من الدستور ما لقيت له، ما قدرت أوجد شيء، لأن أصلاً ما أدرس الدستور. أنا بعد ذلك الحقيقة يعني حتى قبل ذلك، هذا كله كلام موجود بالملزمة وما راح أتحدث فيه بشكل بالتفصيل، لكن فقط إشارة سريعة. أنا أيضاً المجلس التأسيسي بدأ بمناقشة مشروع الدستور
في جلسة 11 سبتمبر 1962 وكان يناقشه كل أسبوع 11 18 25. في جلسة 25 وكانوا واصلين لغاية المادة 79، لكن في نفس الجلسة تمت مناقشة المادة 116. كانوا واصل ولا كان الكلام عنها، لكن أثير تساؤل أنه على غير العادة شلون نحن نناقش الآن مشروع الدستور وما أمامنا تقرير من اللجنة المختصة من لجنة الدستور. طبيعي في رد أيضا على هالكلام، في رد طبيعي لا ينفيه في نفس، لكن في الجلسة ذاتها وصلوا للمادة 116 وكان في تعليق مو على ما ورد في عجزة، لكن وصلوا للمادة 116 وارد فيها العجز اللي لم يرد في أي من محاضر الدستور، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيس أو بعض أعضائها. الآن هذا النص لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، هذا النص موجود بالدستور بغض النظر ناقشته لجنة أو ما ناقشته، لكن أعتقد علينا أن نتبين كيف ورد. في يوم 25 يناير السنة هذه 2023 نشر أحد الأخوان تغريدة تكلم فيها 25 يناير 2023 يتكلم فيها عن رأي فقيد الكويت وفقيها أيضا المرحوم بإذن الله الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، يقول محذرا من قيام الحكومة بتعطيل المجلس بغيابها الجلسة قانونية حتى بغياب الحكومة. لكن في اليوم ذاته أيضا علق أحد الأخوان على هذه التغريدة وتعليقا أعتقد يعني يستحق أن يقرأ، وأنا أيضا مصوره ومصور التغريدة الثانية. يقول من الأخ الدكتور خالد الحربي يذكر في تغريدته أنه من باب الأمانة العلمية وبغض النظر عن الرأي، هذا هو يقوله، هذه التغريدة والتغريدة أنا مصورها، المرحوم الدكتور عثمان هنا يتحدث عن حالة خاصة، وأنا سمعت التسجيل وكلامه صحيح، وهي الجلسة التي تعقد بعد حل المجلس وعدم إجراء الانتخابات خلال شهرين مادة 107 من الدستور مادة 107، ويقرر أنه حضور الحكومة هنا في هذه الحالة، كان نتكلم هنا ليس شرطا قانونيا، وأيضا يضيف إلى ذلك وتقرير الاستثناء استثناء من رأيه، لما يعني يقول رأيه مكتوب أيضا هنا يؤكد القاعدة ولا ينفيها. الدكتور عثمان خليل عثمان أعتقد يجب أن نسجل الله يرحمه ويتقبل الجنة ونعيمها، أنا أيضا سجلت له صورت الحقيقة من كتابة اللي يدرس في كلية الحقوق في جامعة الكويت عن النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، هذه أنا صورت حتى خلاف في إهداء منا لي الله يرحمه، لكن ورد فيه أيضا ما هو مهم، ورد فيه كلام في الصفحة 561 أيضا مصورها تتوزع عن نصاب الجلسة، تكلم عن نصاب الجلسة، لكن كذلك في نهاية هذه الكلمة عن نصاب الجلسة كذلك يلزم لصحة الجلسة أن تكون الوزارة ممثلة فيها برئيسها أو ببعض أعضائها، بدونهم ما في صحة للجلسة. وهذا كلام يتفق تماما مع الكلام اللي أيضا نشر واللي بالصوت الصورة
اللي كان يتكلم فيه عن المادة 107 واللي علق عليه مشكورة حقيقة الدكتور خالد الحرب. الآن بعد هذا الإجازة بدون شك الملزمة حال موجودة ومسجل فيه بعض ما ذكرته، وأيضا هذا الكلام اللي ذكرته عن ما ورد في النظام الدستوري، وأيضا التغريدة أيضا صورهم حتى تكون تحت نظر أي واحد. ثم أنت لينتهي بعد ذلك إلى الرأي، لماذا لو لم تحضر الحكومة يوم الثلاثاء عقب باكر؟ إذا لم تحضر الحكومة ولم تعتذر فسأوجه الجلسة كالعادة لمدة نصف ساعة، أو تؤخر سأؤخر الجلسة لمدة نصف ساعة. هذا إذا لم تعتذر، لم يردنا لا اتصال ولا كما حصل في المرات السابقة. أما إذا اعتذرت الحكومة عن الحضور لأي سبب، حتى سواء تواجد النصاب ولم يتواجد، فسأؤجل الجلسة إلى موعد المقرر لائحيا اللي هو يوم 21 و22 مارس، ويمكن هذول آخر يومين في شهر شعبان، يعني بعد 23 يمكن يكون رمضان، لأن لا يمكن أن تعقد الجلسة دون تمثيل الحكومة وفقا لكل وفقا للنص اللي أنا إلى الآن أتمنى، ما هو لأي شيء لكن فقط لمعرفة كيفية ورود هذا النص في عجز المادة 116 اللي حتى الآن أنا أستطيع أن أؤكد من خلال قراءاتي، وأتمنى في أي واحد صححني يراجع ويقول لي لا يا معوتها ترى موجود، أنا لم أجده، لم يرد أبدا في أي محضر من محاضر لجنة الدستور. أما في شأن الجلسات الخاصة حكومة خاصة هم مختلف، لأن أحيانا شلون جلسة خاصة ترفض؟ الجلسة الخاصة لها حالتين، إذا الحكومة اعتذرت مجرد اعتذار كما حصل في جلسة 9-2 خلاص اعتذرت، لكن في جلسة 9-2 والدعوة قد وجهت لها لو كانت ذا انه والله انتم ما نسقتوا معانا لدعيت ايضا لجعلت، لان الدعوه هذه ترسل وفقا لحكم وارد في اللائحه الداخليه، حكم اعتقد الماده 72 من اللائحه الداخليه، والدعوات هاي توجه في ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا راى الرئيس أن يدعو إلى جلسة خاصة ويدعو، ولا يمكن لأحد يقول تعال نسق معي إذا هو أراد ينسق. الحالة الثانية الحكومة دعمت أرادت تدعو، ولا يمكن لأحد أيضا يلزمها بأن تنسق مع أحد إلا إذا أرادت. والحالة الثالثة إذا تقدم على الأقل 10 أعضاء، ولا في أحد يلزم العشر أعضاء أو غيرهم إذا كانوا أكثر من ذلك أن ينسق إلا إذا هم أرادوا. لكن لا يمكن أن الحكومة تعتذر ويعتبر اعتذارها مقبول، أو لأن تأتي بأمر ما ورد في الله، أنتم والله ما إحنا جايين لأنكم ما نسختم معنا، لا دعت قائمة. وإذا جينا الجلسة نقول الجلسة ما تتم الآن لأن الحكومة ما حضرت. ذلك جلسة يوم الثلاثاء. إذا الحكومة اعتذرت لأي سبب من الأسباب ما حضروا، سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل، لن تعقد الجلسة بدون تمثيل الحكومة، بدون تمثيل الوزارة وفقا لنص المادة 116، سبب أنه من يملك حق التفسير هي جهة واحدة هي المحكمة الدستورية وفق قانون 14 لسنة 1973. إحنا نسير فقط على ما صار على المجلس طول السنوات الماضية بدءا من أول حالة صارت بتاريخ 9 يناير
1968. لذلك أنا هنا ملاحظة أود أن أقولها برحابة صدره وبالعكس وبترحيب، ترى كل من ينتقد وكل من يوجه أيضا أحيانا أنه يا جماعة وقعتوا ترى في خطأ لائحة وخطأ دستوري، ترى هذا الكلام دائما مرحب فيه. أنا أتكلم عن نفسي، أي واحد يعتقد أنه في هناك خطأ دستوري أو خطأ لائحي لكن يقيم الدليل عليه يرحب فيه ويشكر عليه سببين أو في أمرين، يشكر عليه إذا كان أصاب حتى نصحح الخطأ، ويشكر عليه حتى إذا لم يصب لأنه اجتهد. لأن دون الالتزام بالدستور ودون التمسك بالدستور اللي على الرغم من كل العثرات اللي واجهها، أنا هذا كلام صرت أقوله لبعض يقابلني حتى من غير الكويتيين، من أجانب يعني من سفراء، احنا في الكويت نفتخر على الرغم من كل العثرات اللي واجهها الدستور الكويتي، لكن هذا الدستور الكويتي في 11/11/2022 مر عليه 60 سنة دون أن يطال التعديل على الرغم من كل العثرات اللي واجهها. وبالتالي كل من يدعو إلى الالتزام بالدستور أيا كان موقفه، حتى لو انتقد المواقف اللي تصير في داخل مجلس الأمة، لكن بشرط أن يقيم الدليل على ما يقوله. كل من يلتزم يعلن الالتزام بالدستور أنا أعتقد هذا يخدم الكويت، لأن احنا لا يجمعنا ولا يمكن أن يوحدنا ولا خلنا نتمسك في كل شيء إلا الدستور الكويتي. الدستور الكويتي علينا نتمسك فيه دائما، وأنا قلتها في مرات عديدة الحقيقة، يمكن لما بعض الأطراف الأجنبية الحقيقة في ذاك الوقت في أيام الاحتلال استغربت إن شلون شعب تم احتلاله وما يجد فيه المحتوى، شعب كان يؤمن وكان يشعر إنه في رغبة بيعه، بيعته هي الدستور والعهد والعقد. وهذا الأمان يمكن أرقم من كل المحاولات، لكن حتى لما انعقد المؤتمر الشعبي واحنا في أسوأ حالاتنا، أسوأ حالاتنا بلدنا محتل، لكن أيضا في القرار رقم 20 من البيان الختامي للمؤتمر الشعبي كان في تأكيد على عودة العمل بالدستور. لذلك احنا يجب أن نتمسك بالالتزام بأحكام الدستور حتى وإن كان اتفق مع هوانا. أنا مثلا قلت الآن أنه في جلسة 17 نوفمبر 1981 لما قال وزير العدل ناصر جلسات كانت تستمر، قلت أنا مستعد أتنازل عن الرأي اللي أنا أعتقد فيه بأنه ما يمكن تستمر الجلسة بدون، لكن مستعد أتنازل وأقول لا تستمر الجلسة، لكن هذا رأي وهذا التنازل لا يعني شيء أمام النصوص الواضحة وأمام النصوص اللي اتخذ فيها مواقف في مجلس الأمة، مواقف عديدة ذكرتها وجدتها، وأيضا أوردت ما أعتقد أنه لازم أن يرد أوردته في الملزمة اللي إن شاء الله توزع تعطى لمن يريد أن يطلع عليها بما ذلك التاريخ أتحدث عنها. هاي الحقيقة ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء، وهو التأكيد على أنه جلسة يوم 7 و8 إذا لم تحضر الحكومة بدون اعتذار ستؤخر الجلسة ثم تؤجل اليوم التالي، أما إذا اعتذرت فلن تعقد الجلسة سواء توفر فيها النصاب أو لم يتوفر، التزاما بأحكام الدستور والتزاما بما صار عليه المجلس حتى الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.